الخبر اولي عاد عن نورمار وسفرت دبي يا حبايب. نزل شويه ستوريات اعلامي خلال انه حاليا صار بدبي وصور لنا مقطع عن اللقاء ويا اليوتيوبر. بنفس الوقت يا حبايب التقى ويا لانا ولين، راح ينزل المقطع قريبا، راح اعطيكم الستوريات شوفوها. ربوتي لانه انا مختفي صار لي يومين، بس انا وين؟ انا بدبي. ويلكم تو دبي بيبي. صار لي يومين هون يا جماعه، بس انا ما حكيت لكم كنت عم اصور لكم فيديو يوتيوب رهيب جدا راح ينزلكم قريبا دبي. طبعا صورت لكم ستوريات وانا بالمطار وصورت لكم ستوريات وانا بكل مكان عما وصلتوا هيك، بس ما نزلت لكم لحتى اسوي ردة فعل رفقاتي كلها. صورت لكم نص دبي رفقاتي كلهم ردة فعل، وانا اكون ماشي هيك عادي بالطبيعي بالشارع ما بتوقع ابدا اشوف ردة فعل. احذركم يا قريبا جماعه، كنت مضطر انه ما انزلكم شيء لحتى افاجئ كل رفقاتي، فانا اسف على القطعه اللي قطعتها، بس هلا بما انه وصلت بدبي في شغلات كثير راح تصير وفي مفاجات كثير جاي، فيا خليكم جاهزين. يوم الاثنين في ضياء والبعده ردة فعل الناس. Damn baby all I need is والله اشخاص اللي جيت شفتهم لين هاي طبعا شايف مصطفى قبل، انا مصطفى قبل شايفهم من زمان، بس يعني انه يعني بالاخر عائله واحده بس. اوكي صح يا جماعه، صورت لكم ستوريات. ننتقل حاليا انس شايب وتحدي لليوتيوبر انهم يلعبون وياه مباراه ملاكمه، فانس شايب نزل هذا الستوري اللي كان كاتب بيه من اليوتيوبر اللي حابين يلعبوا وياه مباراه ملاكمه، فكان كاتب بيه لنورمار، حط الستوري كاتب شنو رايك برو، فرد عليه نورمار ما بلعب مع اولاد صغار، رجع رد عليه انس شايب انه نور راح غير ديكور وجهك اذا لعبت وياي وسوي عواك القبرص من دري تركيا، وبالستوري اللي بعده حط برهوم المعراوي، فبرهوم رد عليه انه يقول عمود افوز عليك بعدين تقول غش، هم رجع رد عليه انس شايب انه اوعدك تروح مكرسح ولا الاسعاف بدون ما اقول غش. من واضح ان الشايب قاعد يتحدى اليوتيوبر، طبعا خلف انه ما يقدر يتحداني لانه انا طلبته بتحدي ولكن هو موافق. المهم يا حبايب اتمنى بكم التنشر رقم حركه انس شايب وتهديد اليوتيوبر والكلام اللي قاعد يقول عليهم. وطبعا لسيره التهديد، فمصطفى ريدر يا حبايب نزل هذا الستوري اللي كان يعلم من خلاله انه نزل كرنفال الجزء الثالث راح تنزل قريبا. طبعا كرنفال هي اغنيه يا حبايب المعتاده اللي تكون قصف جبهات، اغنيه رهيبه الريدر يعني معروفه، كاتب جاهزه حاليا، شو رايكم بطيران الجبهات؟ فاكتب لنا بالكومنتات قلتوا متحمسين لهذه الاغنيه. ننتقل حاليا يا حبايب لكريستينا ومشكلتها ويا نورمار. في القصه بدات لما كريستينا نزلت هذا المقطع على قناتها، بنتها تختار لها يوتيوبر انه هي تتزوجه يعني، فمن بين الاشخاص كان هو نورمار، فصار يقولوا عليه لا ومستحيل ومن هذا الكلام، ولكن الغريب الموضوع انه يا رهمي كانت موجوده وياهم وهي صارت تضحك على الموضوع رغم ان هي عندها مشكله ويا نورمار. اكون راح اعطيكم الستوري. يا جماعه اللي ما فهم حكت بالتركي انه الله يعطيني الصبر بس. ايش رايك فيه؟ ولا هو ايه بس انه مو ستايلي ابدا، ستايلي دوزي يعني، يعني بنفس البلد متابعين نورمال ابدا ستايلي مو ستايلي انا. شوفوا طبعا اكيد الجلادين طلعوا وردوا عليهم عن طريق المسوى ستوريات وصاروا يسبوهم ويتهجمون عليهم، هذا خلى كريستينا تنزل هذا الستوري ترد عليهم وتقول انهم اطفال وانه انا ما راح ارد عليكم، صراحه ما ادري كلام غريب راح احطكم اياه اسمعوا. اليوم في الصباح بلاقي يوتيوب انستغرام التاجات الستوريز الكومنتس كلهم عباره عن اسم نورمال، بس لانه نزلت فيديو وقلت انه هذا الشخص مو ستايلي خربتوا الدنيا، ساويتوني عم اعلم بنتي تحكي عنه. انا الشخص كله ما بعرفه اوكي وما لي مشكله معه اوريدي، فليش لاعمل هيك شيء؟ بس انا عارفانه انه الشخص اللي قاعد عم يعمل تاج وعم يبعت طفل، فشو بدي احكي معك وشو بدي احكي معك؟ قد ما حكيت ما حتفهمه، عرفتوا كيف؟ انا قديش حطيت يوتيوبرز بالفيديو ولا حدا فان ذاته قربوا صوبي غير فان ذات نورمال، بس بليز يا ريت تتابعوا الفيديو منيح وتفهموا انه هذا الفيديو ترفيهي ومضحك. انا لاني جايبه لاني قاعده فاتحه الكاميرا حتى اجيب سيره حدا ولا حتى اهين حدا ولا حتى اني اقلل من قيمه حدا. بوصل لحبابنا صوت المقطع، فتروح طب لايكات عشان يكون في هزه من قناه ميك القصص. احبكم وبس، مع السلامه.